نروح بقى لمجلس إدارة النادي الأهلي، لأن امبارح كان في اجتماع لمناقشة هناك العديد من الملفات المهمة اللي بتخص طبعا قطاعات النادي المختلف. عقب الجلسة وافق المجلس على تشكيل المكتب التنفيذي للنادي برئاسة العمري فاروق نائب رئيس النادي، وعضو المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي والدكتور مهند مجدي ومحمد الجرحي أعضاء مجلس الإدارة. كمان اعتمد المجلس تشكيل لجنة الموارد البشرية برئاسة العمري فاروق وعضوي كل من المهندس خالد مرتجي وأيضا ومعه المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير شؤون العاملين ورئيس نقابة العاملين بالنادي. دي زي ما كنت بقول لحضراتكم أو كنا بنتكلم قبل كده برضو الأسبوع اللي فات والأسابيع اللي فاتت، دي بتبقى اجتماعات مهمة جدا، وبنحب ان احنا نقول لحضراتكم ما يحدث يعني خطوة بخطوة وقرارات اكيد خاصة بمجلس الإدارة. بتهيألي لسه برضو في خبر يعني صحيح متصل من ضمن القرارات برضو مجلس الإدارة، الموافقة على تولي كابتن محمود الخطيب رئاسة مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وتولي العمري فاروق منصب العضو المنتدب للشركة، والمهندس خالد مرتجي ومحمد الضماطي ومي عاطف عضوي مجلس الإدارة أعضاء في مجلس إدارة الشركة. كمان وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة لمجلة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وعضوية كل من العمري فاروق والأستاذ مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضو المجلس وإبراهيم المنيسي رئيس تحرير المجلة. وأخيرا تم اعتماد حسام غالي عضو مجلس الإدارة ممثلا لمجلس الإدارة في لجنة التخطيط للكرة. طبعا كلها قرارات مهمة جدا وإن شاء الله تنعكس بالإيجاب على النادي الأهلي في الفترة البسيطة جدا اللي جاية إن شاء الله.